ياسين الملقب ابو زياد. كنتاند المهنه كل سنه. بالنسبه لهذا العام الاثمنه كاين واحد الزياده من 800 حتى 1000 درهم بالنسبه للحولي، وداك الشيء راجع على المشكل اللي كان ديال التساقطات اللي قليله والاعلاف غاليه، لان كان الفلاح متضرر رغم ان صبت الشاء ولكن صبات معطله. المنتوج ديالها اولا المنفعه ديالها ما تبان حتى العام الجاي، وبالنسبه للمنتوج ديال هذا العام المليح قليل مقارنه مع الاعوام الفائجه. الاغلبيه ما عندهمش، ما كاينش السلعه اللي كيف كانت كنقولوا مليحه واصله. وبالنسبه لهذا العام كاين مشكل ديال قله العلف والبهائم ما طالعش، وفي نفس الوقت كاين مشكل ديال المرض الحبوبه الولسيس اللي غنوصي الناس اللي كي اللي مقبلين على الشراء يقلب ويعرف راسو اش كياخذ، لان الاغلبيه كتلقى فيهم مشكل ديال الحبوب والولسيس. بطبيعه الحال هذيك راه حاجه ولات عندنا بديهيه، كتقلب التقلاب الطبيعي اللي كنعرفو من الدار من الدياله السنان، وكدوز يدك على العنق ديالو الكرش باش كيكون فيه الحبوب ولا لا.